الموضوع عنا عام وحنا ندرس في الموضوع، لقينا ان البلاد تحتاج الانشطه كيما الموجوده في القاع، لقينا المواطنين صغارهم محتاجين رياضه، محتاجين انشطه رياضيه، قلنا علاش لا نكونوا سباقين. الحقيقه معنا اطارات كفاءه، مدام نجاح ميغا وهنيده يونس سنه ثالثه أستاذية في الرياضة، منير الدويري متخرج أستاذ رياضة ولاعب بالنجم الساحلي. الحقيقة احنا أولاد أولادنا هذم وبناتنا، بقدرة ربي إن شاء الله نكونوا منهم وليدات ناجحين في قرايتهم، متربين متخلقين. ماناش نلوجوا الهدف الأول الأساسي ماهوش الرياضة قد ما إنه نكونوا شخصية الولايات ولا البناية. باه شنو جيت تعمل اليوم في القاع نتاع صيادة؟ باش نتعلم باش نلعب كرة الهوند. كرة الهوند، وكيفاش سمعت بها انت الأكاديمية هذه؟ جاني بها تعمل بها ما كمان عرفتها الأكاديمية تاع الكرة الثانية. اها، وشنو رأيك فيها هذه تو كأول مرة؟ باهية. باهية، وشنو تعلمت؟ تساعد بها، تعلمني كيفاش نبين الكرات وكل شيء، ونعمل حركات اللي هي نلعب. أسلم، شنو جاي تعمل اليوم في القاع نتاع صيادة؟ ها؟ نلعب. شنو باش تلعب؟ كرة يد. ومنين سمعت بها انت الأكاديمية هذه نتاع كرة اليد؟ معرفش. تعرفش بوك جابك؟ إيه. باهي، وشنو تعلمتوا اليوم؟ تعلمت حركات. حركات، ولات تعرف تلعب كرة اليد؟ إيه. باهي، وكيش تكبر توش تولي تلعب مع اتحاد صيادة ولا كيفاه؟ مع صيادة. مع صيادة شنو تلعبها؟ إيه. تلعب فوت ولا هون؟ هون. هاي بيه نعلمها ثقة بالنفس، نعلمها كيفاش تكون منضبطة، كيفاش يكون أسس الحياة. نعلمهم في قالب رياضة، خطر صغير ماك تعرفه يتقبل المعلومة، كان في أنه يبدأ متفرد، أنه يبدأ يلعب، وذاك الهدف متاعنا، وربي يوفقنا وإن شاء الله. ولهذه الأكاديمية محلولة لولاد البلاد الكل، الصغيرات الكل اللي يحب يسجل، ومحلولة مفتوحة على سنة كاملة، مناش نتوقفوا. وإن شاء الله القاعة معروفة، الناس كل يعرفها، ومرحبا بولاد البلاد، يشرفونا وينورونا إن شاء الله.